احنا الموضوع يا جماعة باختصار شديد انه الحملة دي بتاعت الجفاف زي ما موجود عندكم في الارتكل دي يعني اتخذت بعد كده كنموذج لازاي نعمل حملة عن طريق الاعلام. طبعا كان اكتر حاجة غلبت الكورس اساسا على التلفزيون، ازاي نستفيد بالتلفزيون، ودي الحمله دي مثال جيد على ازاي التلفزيون قدرنا نستخدمه ونوظفه بشكل كويس. فهنا طبعا احنا درسنا مع بعض النظريه والمنهجيه، الحاجتين دول الاثنين دول اتطبقوا في الحمله دي، وجزء كبير منها المقال اللي قدامنا بيوصف ايه كانت هي المشكلة زي ما احنا شايفين كده. الحالة كانت شكلها ايه لا قبل البداية، قبل بداية الحملة. وهنا الاستراتيجية الإعلامية اللي اتعملت هتلاحظوا فيها حاجة مهمة، هتلاحظوا ان هي اتبنت على النموذج، وهنشوفها قدامنا. مثلا هنا انه فاكرين احنا فرقنا في المعرفة بين ثلاث نوعيات اللي هي الاويرنس والهاو تو والبرنسبلز، اللي هي الوعي بالشيء او المعرفة بوجود الشيء يعني بشكل عام، وازاي نستعمله، وليه بنستعمله، او ايه اللي فيه بالظبط بتخليه يبقى مفيد او مؤثر للحاجه اللي احنا عايزينها. فهنا استعراض للاستراتيجيه الاعلاميه اللي اتعملت بناء على الرؤيه العلميه دي. برضو هنا في الجزء الثاني اللي انتم اخذتوه بعد الاطار النظري اخذنا برضو المنهجي، والجزء اللي قدامنا ده بيبدا يتكلم على السوشيال ماركتنج. فاكرين كله كان في البرزنتيشنز بيتكلم على التفرقه بين السوشيال ماركتنج والكوميرشال ماركتنج او التسويق الاجتماعي التجاري. هنا في بعض المبادئ اللي في الجزء المنهجي حطيناها هنا كشكل اساسي، او دخلت في الاستراتيجيه الاعلاميه كحاجات اساسيه لابد ان الحمله تلتزم بيها، في المسج ديزاين والشكل بتاع الطيبه بتاعتها وهكذا. فالجزء ده كله عن الاستراتيجيه الاعلاميه للحمله. طبعا هنا بعد كده بنتكلم بقى على تطبيق الحمله نفسها، انها بدات بشكل بايلوت او تجريبي في اسكندريه. ليه اخترنا اسكندريه؟ لانه اسكندريه كان ولا زال فيها اذاعه محليه اسمها اذاعه الاسكندريه. فاحنا قلنا هنختبر الاول الحمله بدون التلفزيون. وعشان نختبره بدون التلفزيون كان ايه الوسيله الاعلاميه الجماهيريه اللي ممكن نستعملها؟ كانت هي الراديو. طبعا بالاضافه الى الحاجات التانية احنا قلنا هنجرب كل الوسائل الاعلامية الممكنة في الحملة التجريبية دي عشان نطلع منها بنتائج ودروس قبل ما نطبق على مستوى الجمهورية. في نهاية الحملة التجريبية اخذنا بقى التلفزيون لمدة اسبوعين، وقارنا بين هنا كان فؤاد المهندس الحقيقه كان عامل مشترك في الحمله المحليه اللي على مستوى اسكندريه فقط، انه خدناه هو بنفسه شخصيا
وعمل أظن 10 أو 12 اجتماعات جماهيرية في قصر الثقافة، في المستشفيات الكبيرة، في يعني الأماكن العامة. وطبعا هو كان هيفطس مننا في مرة من المرات لأنه كان زحام شديد جدا على الندوة بتاعته. وعمل حاجات للراديو. وبعدين في الآخر لما قلنا هنعمل الأسبوعين دول على مستوى الجمهورية، عمل الإعلانات الموجودة اللي انتوا شفتوها، اللي كان السلوجان بتاعها الحل في المحلول والمحلول هو الحل. الحملة دي كانت أثبتت بقى لما حللنا النتائج، لقينا إنه لا، التلفزيون تفوق بشكل كبير جدا على جميع الوسائل الأخرى، واقتنعوا الناس إن هم طبعا خلي بالكم إنه كان القرار ده له أيضا يعني تأثيرات على الميزانية، لأنه التلفزيون مكلف، وعشان تستخدم التلفزيون في الحملة دي كان لازم يثبت لوزارة الصحة، وكان في تمويل من اليو اس اي اي دي وغيرهم، كان لازم نثبت ان لازم يوفروا الدعم الكافي لاذاعه الاعلانات دي على التلفزيون، لانه التلفزيون المصري بتاعنا ادالنا 50% خصم على الاعلانات دي، ولكن طلب انه لازم ندفع مقابل البث بتاع الاعلانات، حتى كان الهدف هو انقاذ حياه 100,000 طفل كانوا بيموتوا كل سنه بسبب الانفلونزا. طبعا يعني انا في مواقع عده في الموقع بنتقد ده، وبقول انه لابد في الحالات اللي زي دي، انه سواء كانت القناه خاصه او قناه حكوميه او مدعومه من الدوله او تملكها الدوله، لابد انها توفر وقت مجانا للحملات اللي من هذا النوع. مشكله تانية قابلتنا برضو في الحمله، انه كان في رفض، لانه كانت دي في بدايات استخدام المشاهير يعني الممثلين. طبعا فؤاد المهندس اختياره كمان خلي بالكم، انه كان ليه برنامج يومي على الراديو اسمه كلمتين وبس. كلمتين وبس. تمام. وكان مستمر البرنامج ده لمده سنوات، وبالتالي اصبح في نوع من العلاقه الطيبه بينه وبين لانه كان دايما بيتكلم في قضايا عامه ومشاكل تهم الناس، وبالتالي كان ده من اسباب اختياره لنبتدي به انا حاطط هنا زي ترجمه للسكريبت بتاع الاعلان بتاع اعلان، لانه وزاره الصحه كانت لسه يعني بتتعرف على هذا الاسلوب من الاعلام، ورفضوا، قالوا لا، ما ينفعش ان واحد يمثل، يا ريت ممثل وبس كوميدي كمان يطلع يتكلم في موضوع صحي. فحليناها بان احنا جبنا، كان وقتها في دكتور اطفال مشهور اسمه جميل والي، خليناه يطلع معاه في الاعلام ويقدمه، ان هو بقى شرح لفؤاد المهندس الموضوع، وبعد ما شرحه فؤاد المهندس يقوله بالطريقه بتاعته. طبعا بعد كده هم سابونا نعمل ده من غير ما نجيب محلل للممثل او الممثل. هنا بقى الكلام اللي كنت بقوله عليه، ان احنا لما حللنا التاثير بتاع الوسائل الاعلام المختلفه بما فيها الراديو، والتلفزيون لوحده من غير هذه الوسائل، العمود الاولاني ده
اللي هو 1983 ده اللي هو قبل الحمل. قبل الحمل. خالص. العمود الثالث اللي في النص ده بعد الحملة اللي هي فيها كل شيء ما عدا التلفزيون. العمود الثالث فيه بعد التلفزيون. تمام كده؟ ف يعني معلش يا دكتور العمود الاول ايه؟ قبل الحمله اللي هو قبل ما نعمل اي حاجه اللي هو سنه 183 ده اللي قبل ما نعمل اي حاجه تمام. العمود الثاني بعد ما عملنا كل حاجه ما عدا التلفزيون. الثالث التلفزيون. التلفزيون كان في الفتره اللي هي فبراير اعتقد مارس 84 يا دكتور 84 ده البحث 84 بس ال البحث نفسه يعني السيرفي اتعمل في مارس 84 الكابتن نفسها اتاكدوا في التكست انا مش فاكر هي كانت فبراير اعتقد 84 انا مش متذكر التاريخ انا طارق طبعا انا هنا بقى وانا يعني مع الست كريمة لما جبناها بقى بعد كده عملنا عدد من الابحاث احنا المشروع ده من اكثر المشروعات اللي عملنا فيه ابحاث كمية وابحاث كيفية وفوكس جروب ديسكشنز وغيره واحنا من البداية قلنا انه فؤاد المهندس هو مرحلة في الاول بس وعملنا بحث بقى تاني يعني كان السؤال الرئيسي فيه نقول للناس يعني لو في حد هنجيبه عشان يقول رساله عن للامهات عن مشكله الجفاف والاطفال ترشحوا لنا مين الاكثر حد ممكن يقولها وانتم مقتنعين بكلامه او بكلامها فأنا كنت قبليها طبعاً قعدت يعني خارج مصر فترة طويلة 6-7 سنين وما كنتش بصراحة أعرف مين الممثلين كويس فأنا طلعت لي اسم كريمة مختار وما كنتش أعرفها قلت لهم مين كريمة مختار وطلعت لي في البحث إن هي يعني بأغلبية ساحقة الناس عايزينها قالوا لي كذا 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 فاتكلمنا معاها ومين يعرف معتز الدمرداش؟ نعرفه المذيع ابنها الكبير هو ابن ايوه انا اعرفه عمامته اكيد تمام معتز بقى كان ابنها كان اتعين معيد عندنا في الكليه وهو يعني طلع اشطر مننا كلنا واستقبل وساب الكليه ومشي ونجح ساحب في الاعلام بعد كده معتز قلت له يا معتز احنا يعني محتاجينك توسط لنا عن الست الوالده لانه لما كان بيكلمها رفضت قالت لا انا ما بعملش اعلانات فقلت له بص دي نتائج الدراسه واحنا يعني محتاجينها بشكل داسك يعني ولازم تقنعها لنا وهو الحقيقه هو صديق حتى الان يعني واقنعها وكانت من احسن الحاجات اللي حصلت للحمله دي ان هي فعلا الست كانت انتوا شفتوا طبعا الاعلانات اللي موجوده بتاعت هو ترتيب الاعلانات للاسف فرصه انبهكم ترتيب الاعلانات في الشانل في اللينك اللي انا اديته لكم لما بندخل عليه بنلاقي ترتيب عشوائي لكن هو الترتيب عشان برضو تنتبهوا الترتيب الصح هو فؤاد المهندس اول الاعلانات اللي هي بتاعته ثم الاعلانات بتاعت كريمه مختار ثم الاعلانات بتاعت تستيمونيالز بتاعت ناس عاديين ثم اعلانات بتاعت ليلى فهمي وكان فيه مجموعه مواويل للعزلي فتقريبا بهذا الترتيب طبعا لو نسيتوا اللي انا قلته يعني زي ما قلت لكم انه المفروض انه الجلسه اللي فيه تكون بتتسجل و هنسجل
تتسجل. فهنقدر نرجع تاني للتسجيل ونشوف الترتيب، لانه مهم انكم تعرفوا ليه بقى، لانه في قضايا معينه احنا ركزنا عليها في الاول، ثم انتقلنا الى قضايا اخرى، ثم الى قضايا غيرها. ومهم هذا التسلسل عشان برضو نعمل حمله اعلاميه جيده. المهم ان احنا نبقى عارفين نبتدي ازاي، ونركز على ايه في الاول، ونأجل ايه، لانه الجمهور بتاعنا ما يقدرش يستحمل كم كبير قوي من المعلومات مره واحده. فبنقسمها له، نديها له جرعات خفيفه عشان يقدر يوصل فهمها كمان. بالظبط. فهنا بقى برضو احنا يعني ما نسيناش، بالاضافه الى الامهات ما نسيناش الدكاتره. الاطباء كان مهم جدا انهم يقتنعوا عشان ما يحاربوناش. على فكره احتمال يا جماعه، احتمال ان احنا نقدر نكمل الساعتين بدون من هو قال لنا كده، قال لنا دلوقتي ان هو عمل حضرتك عملت ابجريد وبقى انليميتد مينتس. بالظبط. ظهرت لي بقى. طيب هي كويس ان ظهر عندك. ظهر عندنا. ظهر عندنا. هو فعلا عملوها دي على فكره بسبب انتشار الكورونا. لو فصل يا دكتور نبقى نروح للميتنج نمبر 2. للميتنج اللي هو التايم بتاعه هيبقى مناسب، يعني لو كملنا مثلا لغايه الساعه 6 يبقى بتاع الساعه 6. لكن ان شاء الله هم غالبا هيسيبونا يعني. تمام. طبعا ما نسيناش الدكاتره والممرضات والصيادله، وعملنا لهم ماتيريال مخصوص ليهم. طبعا الدكاتره بالذات كانت المشكله ايه معاهم؟ هم اصلا بيعملوا بالحقن الوريدي ليه يعني. هو بصوا يعني انا اكتشفت انه الانسان يعني النواحي الماديه بتاثر على الناس كتير في الصوت. الصوت ضعف. الصوت يا دكتور بيقطع، الصوت بيقطع. طيب هم مدوا لنا الوقت وقللوا الصوت ولا ايه؟ لا هو كده تمام، كده بقى واصل تمام. طيب فالدكاتره كان يعني اكتر من 95% منهم اتخرجوا من كليات الطب قبل من غير ما يدرسوا، قبل اكتشاف محلول الدكاتره. ايوه خلاص، دي حاجه بقى ما دام ما درسوهاش يبقى هي ما مش مقرره. وعيبنا طبعا كلنا يعني ان احنا بقى اول ما نتخرج بنقوم واخدين الكتب وحارقينها وما نقراش ونحرف ما نقراش. فده احتاج مجهود كبير جدا عشان تقنعيهم ان مش معنى ان هم ما درسوهاش ان هي مش حاجه، دي ثوره. فجبنا استعنا وقتها كان من حظنا انه نقيب الاطباء دكتور كان اسمه دكتور ممدوح جبر، كان وزير للصحه ثم اصبح نقيب للاطباء، واكثر واحد من الاطباء هو ايضا كان طبيب اطفال والكل بيحترمه. فعملنا يعني ندوات مع الاطباء وهو في شرائط تعليميه ليهم، وكان في غير دكتور حسين كامل بهاء الدين كان برضه وزير مش عارف ايه، كان وزير التربيه والتعليم تقريبا. صح وكان صح كده؟ صح اعتقد معاك حق. وكان هو رئيس الجمعيه المصريه لطب الاطفال، استعنا بيه ايضا، استعنا برؤساء اقسام الاطفال في كليات الطب. المهم يعني المجموعه اللي قدامكم ده على الشمال ده مجموعة من السلايدز صورناها لطفل، نفس الطفل يعني على مدى 3 ساعات تقريبا. ده طفل حقيقي يا دكتور؟ يعني ده طفل حقيقي، ده وأمات حقيقية وأم حقيقية بالظبط. تمام. وكان مجموعة السلايدز دي بنعرضها على الأطباء عشان يشوفوا بنفسهم
ايه اللي ممكن يحصل للطفل بمحلول الارواح. طبعا دي برضو كانت حاجه رساله او كان ستيكر كان موجود على الصيدليات. لاحظوا ان احنا حاطين الازازه بتاعت الحاجه الساقعه جنب انا الحقيقه اللي يهمني بقى هنا انه عرفت كمان ان احنا شفنا عادات المشاهده بتاعت الجمهور المستهدف بتاعنا اللي معظم طبعا امهات. ولقينا ان بالنسبه العاليه اميه لا دي مش نسبة الأمية نسبة اللي بيمتلكوا جهاز تلفزيون كانت عالية يعني اقروا لا اقروا الأمهات الأميات اللي بيمتلكوا جهاز تلفزيون لا الأميين كلكم بيتفرجوا لا يا جماعة دي العلاقة كبيرة محدش بيعرف تعليم ذا ريليشن شيب بين ذا ليفل اوف إديوكيشن اند واتشينج موفيز مشاهدة الأفلام والمسلسلات. كل يسكت أحسن ندوس على الميوت من عندك. دلوقتي. واحد يحكي رجاء. دلوقتي دي إيه بقى؟ نقرأ بقى التايتل بتاع الكولم العمود الثاني ده هنلاقيه إيه؟ بيرسن واتشينج موفيز مشاهدة الأفلام والمسلسلات. دي نسبة اللي بيشاهدوا الأفلام والمسلسلات من اللي بيشاهدوا التلفزيون. تمام. من اللي عندهم يعني بشكل طبيعي بيتفرجوا على التلفزيون بيتفرجوا على ايه في التلفزيون فهتلاحظوا انه الاميين اكتر ناس بتتفرج على المسلسلات والافلام مسلسلات الافلام. طيب احنا رحنا بقى قلنا طيب ما احنا كده بالظبط ايه نعمل الحملات في الوقت ده مثلا وليه بقى انه نسبه الانتشار الجساس كان اكثر في الفئات اللي هي بصوا بقى هنا في جدول الثلاثه ده جدول جميل جدا يعني انه بيوري انه تقريبا الاميين واللي متعلمين واللي متخرجين من الجامعه كلهم استخدموا محلول الجفاف بنفس النسبه تقريبا. ما حصلش خلي بالكم انه يعني في ادبيات الاعلام حاجه مهمه جدا عايزكم تعرفوها حاجه اسمها فرض او ظاهره فجوه المعرفه. انفورميشن جاب ساعات يسموها نوليدج جاب وساعات يسموها انفورميشن اند بيهيفير جاب. والمقصود بالظاهره دي ان احنا لما بنعمل او لما كانوا لما عملوا في الحقيقه يعني دي الاكتشاف ده جه بناء على حملات اتعملت واسفرت عن احداث فجوه في المعرفه بين المتعلمين بين الاغنياء والفقراء بين سكان الريف وسكان وكانت للاسف الفجوه بين يعني ادت الى انه انت عارفين انه الاغنياء بيزدادوا غنى والفقراء يزدادوا فقر. زودوا كلمه المعرفه الاغنياء في المعرفه بيزدادوا غنى في المعرفه وفقراء المعرفه بيزدادوا فقرا في المعرفه كنتيجه للحملات لانه يعني انا في حاجه هتتنشر لي قريب يعني موضح انه ده ما هواش عيب في الاعلام هو عيب في اللي بيستخدمه الاعلام. شوفوا احنا لما جينا نستخدمه شفنا ايه العادات بتاع الجمهور ورحنا للجمهور المستهدف بتاعنا شفنا هم بيحبوا ايه فحتى عملنا لهم الاعلانات في الشكل الدرامي برضو اللي هم بيحبوا بيتفرجوا عليه وحطيناها برضو يعني في قبل او بعد او اثناء وقتها ما كانش اثناء دي موجوده قوي كان قبل او بعد. طبعا انا عايز اجري شويه واروح للنتائج. النتائج الحقيقه برضو اتعملت
يعني كمية كبيرة جدا من الأبحاث على هذا الموضوع. بعد يعني سنتين تقريبا بدأت البشاير يعني المجلة البريطانية الطبية المجلة البريطانية الطبية نشرت وأنا عايز يعني طبعا الحاجات دي عندكم هتقروها في معهم بس أنا عايز أحطه للجدول ده جدول مهم جدا هنا بصوا يعني هو بيقول إن الإنترنت is unstable عندي بتاع لو تنزل هو كلنا بنعاني من هذا الكلام بصوا على الثلاث متغيرات دول وشوفوا ايه يعني الارتباط الفظيع اللي بينهم ده انه بيعلوا مع بعض تقريبا بنفس الدرجة المعرفة ORS طبعا متعرفين ORS يعني ايه ORS محلول معالجة الجفاف محلول معالجة الجفاف هو الـ برافو برافو هو فعلا سولز او سولوشن اللي تنفع سولوشن فده اول واحد اللي هي المعرفة دي الحاجة الثانية طريقة الاستخدام اللون الأحمر اللي هي معرفة طريقة الاستخدام اللون الأخضر اللي هو الاستخدام أعلى حاجة طبعاً طبعاً خلي بالك إحنا ما بنقولش إنه لازم الاستخدام يبقى بنسبة 100% من الناس ما ينفعش يعني حتى إحنا في الرسائل إنه ما ينفعش يبقى فعلا اتفاق جمعي لا مش بس كده انتم مش كل طفل جاله اسهال يستخدم المحلول بالظبط في حالات معينه اذا كان حالته شديده اذا كان مش عارف ايه اذا كان بدات عليه اعراض وبيعملوا ادويه كده طيب فهنا طبعا احنا لو شفنا اللون الازرق واللون الاحمر مين اللي ادى النولج دي للناس؟ الحملة والحملة كانت اعتمدت اساسا على ايه؟ على وسيلة التلفزيون معرفة عموما التلفزيون برافو عليك فهي الفكرة هنا شوفوا التلفزيون يقدر يعمل ايه وشوفوا بقى نتائج هذا نتيجة النموذج كمان هنشوف نتائج هذا هنا ده الشكل رقم 6 ده فيجر 6 الانفانت انخفاض عدد الوفيات وفيات اللي خلوا بالكم وفيات في مصر من 83 بسبب وفيات الاطفال ووفيات الاطفال بسبب دي انفانت يعني الاطفال الرضع اقل من سنه ف هما دايما في المعدلات بتاعه وفيات الاطفال احيانا بيجمعوهم على بعض بس في معظم الاحيان بيفرقوا بين وفيات الاطفال الاقل من سنه والاطفال اللي هي من سنه الى اربع سنوات وساعات يجمعوهم على بعض يقولوا اندر 5 مورتاليتي يعني الاطفال اللي من خمس سنوات احنا اللي قدامنا الشكل اللي قدامنا هنا المعدل وفيات الاطفال الرضع مقارنه يعني مش مقارنه يعني اللي حصل فيها من سنه 83 الى 87 بنشوف اللون الازرق ده اللي هو الوفيات المتسببه في النزلات المعويه اللي بسبب الاسهال والنزلات المعويه واللون الاحمر اللي هي اللي باسباب اخرى. حاجات بقى يعني ايه نزلات شعبيه شعبيه واسباب اخرى للوفيات الاطفال. هنلاحظ انه في اللون الاحمر اللي هي الحاجات الثانيه تقريبا الانخفاض اللي حصل فيها يكاد لا يذكر. يعني يا دكتور معلش سوري اللي باللون الاحمر اللي هي اسباب الوفيات اللي بسبب الاسهال وكده لكن مش بسبب النفاس لا العكس طب خليكم بس ثانيه عشان هقولها من تاني اللي باللون الازرق وفيات الاطفال من الجفاف والاسهال وهكذا
بالأحمر لأسباب أخرى. لأسباب أخرى تمام. فنلاحظ الانخفاض الرهيب في عدد أو نسبة وفيات الأطفال في الفترة الثانية دي بسبب. في شكل تاني هنا أخذوا الأطفال الانفنت دس برضو اللي هي من خدوها بقى اللي هي اللي حصلت في الفترة اللي هي من شهر 5 لشهر 8. هو ده على فكرة اللي هي الفترة البيك أو ذروة الإصابة بالإجهاد المعوية والإجهال في مصر، لأنه دي فترة الصيف، وفي الصيف طبعا بتزيد العدوى والدبان والحاجات اللي بتنقل المرض ده. فشوفوا هنا خدوا بقى الدراسة دي، خدت الفترة من سنة 1970 من 1986، يعني 16 سنة. شوفوا على شكل الرسم اللي قدامنا ده، طبعا الجراف بيطلع وبينزل يعني عادي، يعني تذبذب الطبيعي من سنة لأخرى، ولكن في الفترة اللي هي من 82 الحملة شوفوا النسبة في الجراف نازل بالشكل غير طبيعي. تم تقدير عدد الأطفال اللي تم إنقاذهم من الوفاة في مصر في السبع سنوات دول من 82 إلى 89 300,000 طفل. أعتقد ده يعني ملخص لهذا الموضوع. وطبعا في فيلم تسجيلي في فيلم تسجيلي بالانجليزي، وده فيلم تسجيلي بالعربي، ودي الاعلانات كلها على اي حاجه. ده استعراض سريع للموضوع. والحقيقه انا مش عارف دلوقتي، طبعا هيبقى صعب انه ولو انه انا كنت شفت اوبشن كده ان حد ممكن يرفع ايده. احنا عندنا دلوقتي المشاركين 35 واحد. تمام يا دكتور. 37 يا دكتور. في اختيار نرفع ايدينا. في اختيار نرفع ايدينا. انا برضو شفته قبل كده بس مش عارف اشوفه تاني. هو فين؟ اهو في نسرين رفعت. هو كان ظاهر في الاول. ده هو فين؟ ايوه عند مور بيظهر لك ريز هاند. اوكي. ايوه ريز هاند. ايوه خلاص تكنولوجيا. في حد تاني؟ انا مش شايفاه. انا مش شايف حاجه. مش لازم يا سيف، انت ظاهر يا سيف. شوف اور هاند وريز هاند. طب نرفع ايدينا دلوقتي ولا لما يجي الدور؟ والله انا برضو مش عايز يعني احرج حد. انا الهدف من الكورس ده يا جماعه خصوصا انه انا عايزكم تستفيدوا، فانا مش الفكره مش ان احرج حد وما يكونش مستعد. في حد كان سالني سؤال على الواتساب ما ردتش عليه، الامتحان بالعربي والانجليزي. ده سؤال برضه طبعا بالعربي، عشان كده ما حسيتش سؤال ارجنت يعني الاجابه عليه مش لازم يعني. اوكي تمام. ايه تاني؟ ولذلك انا مش هنده على بالاسم، مش هحرج حد، واللي عايز تشير حاجه سواء يتكلم او يعرف حاجه، بس هنحط رول
انه يظبط نفسه على دقيقتين اثنين زي ما انا قلت قبل. تمام. ما حدش يعرض اعلان من الاعلانات لانها كلها عندنا ونقدر نشوفها في اي وقت. فما حدش يقول ايه طيب انا هعرض الاعلان ده. ممكن يقول لنا الاعلان كذا الرقم وكذا انا لاحظت فيه كذا. بدون ما يعرضه. يعني عشان برضو ما نسهل على نفسنا ونكررش في حاجة ونستفيد بالوقت اقصى استفادة ممكن. احنا على فكرة النهاردة يا جماعة خلي بالكم هو فعلا الحاجة ام الاختراع. وانا يعني اولا سعيد بيكم كلكم انكم يعني عاونتوا في ان احنا ننجح التجربة دي ان احنا نعمل محاضرة فعلا اونلاين ونبقى شايفين بعض. كان سهل جدا ان انا اعمل لكم فيديو واحطه على الموقع او على اليوتيوب شانل او كده. بس ده كان هيبقى one way communication يعني. يعني اعتقد دي يمكن اول محاضرة تفاعلية بهذا الشكل تتعمل في كلية الاعلام منذ انشاء. فانتوا كده دخلتوا التاريخ. انا الهدف بتاعي طبعا انكم تستفيدوا. مش مسألة امتحانات والكلام ده كله. فرجاء ناخد وقتنا اللي عنده حاجة عايز يقولها لينا. نسرين اتفضلي يا نسرين. هو انا الاول يا دكتور كان عندي سؤال، هل بما اننا يعني بدايه من المحاضره دي اخر باذن الله اللكتشرز كلها او هيكون في مشكله ايه الانجلش انا عايز اقوله؟ صوتك برضه بيقطع يا نسرين. صوتي بيقطع يا نسرين. ممكن بقى يعمل ميوت. ايوه بالظبط. يعني يا ريت لما حد هو انا اتكلم الباقي يعمل ميوت. تمام كده الصوت تمام. كده تمام. تمام. عندي يعني قبل ما اقول حاجه انا عندي سؤال. بما ان الكونتنت اللي احنا شغالين عليه دلوقتي لغايه اخر الترم هيكون انجلش على عكس المحاضرات اللي فاتت، هل ده معناه ان انا عندي الحريه ان انا اعرض الانجلش الجزء اللي عايز اتكلم عنه؟ اسألي الباقيين يا جماعه ما عندكوش مشكله في الحكايه دي؟ اللي ما عندوش مشكله يرفع ايده. اللي حابب يعرف بالانجلش يعرض اكيد، واللي بيعرف يعرف. خلاص ماشي. خلاص لو عايز تعرضي حاجه بالانجلش طبعا انا افضل انه كلنا نتكلم بالعربي بما انه ال هو صدي اشوف كلمه فيه. طيب اللي فاتح المايك بقى يقفله يعني يعمل ميوت. انا ممكن من عندي اعمل ميوت اول يعني، بس كل واحد يعمل ميوت لنفسه ما عدا اللي بيتكلم. فانا افضل انه نتكلم بالعربي، لكن لو حد يعني مرتاح اكتر بكتير انه يتكلم بالانجلش خلاص هنفهم. يعني انا النهارده كنت انا قعدت فلقيت الكونتنت اوكي بالانجلش واضح، ففكره ان انا اقعد اترجم بتاخد وقت شويه. اوكي ما فيهاش مشكله بس تاخد وقت، فحفاظا على الوقت بس مش اكتر. يعني انا شايفه الموضوع ان انا اعمل ميكس بين الانجلش والعربي برضو تمام. في النهايه يا نسرين انت الامتحان هيبقى بالعربي، فانت محتاجه تقدري انك تعبري عن انا بايه عربي. الو في اخر السايت يا شباب مكتوب ترانسليت وكذا لانجوج، احنا ممكن نختار عربي وهيترجم لنا كل الليكتشر بالعربي، مش محتاجه ان انت تقعدي تبذلي مجهود ان انت تترجمي. تمام اوكي، دي معلومه جديده ماشي، مستقبلا هتفيد اكيد. طيب نسرين انت عايزه تتكلمي دلوقتي؟ ما عنديش مشكله. اتفضلي. بس انا عندي مشكله في الصوت، مش في فكره العرض، انا عندي مشكله في الصوت عموما.
لا هو كله يعمل ميوت وهيبقى الصوت كويس. صوتك واضح يا نسرين. ايوه الصوت طيب واضح تمام. طيب كله يعمل ميوت يا جماعه لو سمحتوا. حاضر. ما عدا نسرين ان شاء الله. ان شاء الله ان التاني مش هيعملها دلوقتي ان شاء الله. تمام انا رد عملت يعني عربي وانجليش على قد ما اقدر بما اني انا كنت مجهزه الموضوع انجليش. اوكي وهحسب لنفسي وقت برضو حفاظا على وقت الناس الباقيه. هو في اخر الشابتر او في الجزء الاخير من الشابتر طرح سؤال مهم كان بيقول انه هل الكاركترستكس بتاعت المجتمع فوق يعني المجتمع المصري تسمح بان احنا نكرر كامبينز زي دي مره تانية وهتلاقي برضو نفس النجاح ولا لا. فهو لخص اجابه السؤال ده في اكتر من بوينت بالتحديد كانوا 5 بوينتس. فقال انه المجتمع المصري عموما من ناحيه ثقافيه او من ناحيه الكالتشر ومن ناحيه الميديا ومن ناحيه الإعلام في مصر بتسمح بأنه ده ينجح في مصر وفي دول مشابهة أخرى تكون فيها نفس الظروف البيئية أو الظروف الموجودة في المجتمع، فبالتالي هتخلي الناس توصل بنفس الطريقة اللي وصلت بيها في مصر. ولكن بالتحديد عن مصر ما ذكرش يعني أمثلة الدول الأخرى، إنه إحنا كمجتمع يعني محظوظين لأنه في التوقيت ده كان في 90% من الناس أو 90% من الـ population أو من المجتمع بتاع الدراسة دي أو التجربة دي كان في التوقيت ده عنده access لمنتظم أو يعني اتصال منتظم بالتلفزيون. 90% أو أكتر كمان كان عندهم radio access، فبالتالي ده خلى المسج بتاعتهم يعني المسج بتاعت الكامبين بشكل مرن أكتر للناس عن طريق كاركترز بقى محبوبة زي كريمة مختار أو فؤاد المهندس أو غيره باستخدام لانجوتيتا توصل الأمنية أو المثقفة على حد سواء. وبعدين قال في البوينت الأولى مثلا تلخيصا ليها قال إنه الكامبين استخدمت استراتيجي وفي حد قاطع في النص، فانا مش عارفه ده سؤال ولا ايه، فاتمنى ان الكل يعمل ميوت لغايه لما اخلص وبعدين هتبسط جدا بالكومنتس. يعني لو حد عنده سؤال انا ممكن اوضح ده في الاخر بس حفاظا على الوقت محدش يقاطع لو سمحت. فهو في البوينت نسرين كويس جدا اللي انت قلتيه، بس خلي بالك الرننج اوف تايم عندك 30 ثانيه فاضل. باقي عندي 30 ثانيه. يس الوقت عدى بسرعة جدا. أوكي هو ذكر 5 points بيلخص فيهم الجزئية دي، فقال يعني باختصار إنه الماس ميديا أو الكامبينز عموما في الماس ميديا بتعتمد بشكل أساسي عشان أقدر أقول إذا كانت المسج هتوصل ولا لأ على الكاركترستكس أو الخصائص بتاعة الجمهور اللي أنا بتعامل معاه. وقال انه for example هنا ذكر مثال بالانجليش ما فيش داعي بترجمة حفظها الوقت، ولكن هو كان بيشرح يعني او بيتكلم بشكل مختصر نوعا ما عن خصائص المجتمع المصري اللي ساعدت على انه الكامبين دي تنجح. وقال انه الخصائص دي تقدر يعني بشكل مستقبلي تتنبأ بانه اي حاجه مشابهه هتنجح في المجتمع المصري بسبب انه ان احنا عندنا كالتشر يعني الورد اوف ماوث والاعلام عموما بيخلي المسج توصل بشكل اكثر سهوله عن اي مجتمع اخر في انغلاق اكثر عن المجتمع المصري. كده انا اعتقد خدت اكثر من وقتي. شوية اي كومنت من حضرتك يا دكتور؟ لا هي النقطه ممتازة طبعا، أنا يعني ناقشتها في المقال، فلو حد يعني عنده سؤال في النقطة دي ممكن يسألني، otherwise ممكن مين رافع إيده تاني، ممكن حد يبقى عنده مداخلة برضو حاجة تانية. دكتور في 8 دلوقتي رافعين إيديهم. دكتور نعم معلش سوري ان انا بلاقي، بس انا مش عارفه ما عنديش الاوبشن بتاع مور ان انا ارفع ايدي وعايزه اشارك، ف هو مش عندي خالص، انا دورت عليه مش عندي الاوبشن ده. مين اللي بيتكلم؟ دعاء. ايوه دكتور. اتفضلي. تمام يعني اشارك دلوقتي؟ ابدا دلوقتي؟ اوكي هو في ناس رافعين معلش بستاذنهم عشان انت ما عندكيش الاوبشن ده،
تمام يا دكتور. بديل جديدتين وبعدين هنتكلم. تمام يا دكتور. انا كنت عامله باوربوينت فحابه ان انا اعرضه، هل فيها مشكله ولا ممكن اعرضه ولا اتكلم على طول؟ يفضل تتكلمي على طول عشان تقدري تتحكمي في الوقت. تمام. انا هتكلم عن الحمله الوطنيه لمكافحه الجفاف سنه 1984 اللي حضرتك كنت بتدير النموذج بتاعها، والحمله الاعلاميه نفسها، وكانت البطله فيها وقتها من بدايتها الفنانه كريمه مختار. هتكلم اول حاجه عن الوسيله اللي تم استخدامها. استراتيجيه الحمله ركزت على التلفزيون خاصه، لان طبعا استفادوا من الحمله التجريبيه اللي قبلها، اكتشفوا ان التلفزيون خلال اسبوعين عمل التاثير اللي الراديو ما قدرش يعمله في 3 شهور. على سبيل المثال إذاعة الإسكندرية المحلية ما قدرتش تعمله في 3 شهور، فطبعا تم اختيار التلفزيون كوسيلة أساسية في الحملة دي. القائم بالاتصال زي حضرتك ما أشرت يا دكتور، مش هستفيد في النقطة دي تاني، كانت كريمة مختار، لأن الناس شافت إن هي أكتر حد مؤثر، وكانت أكتر حد يعني الناس عملت عليه بوت في جامعات النقاش المركزة. أكبر دليل على تأثيرها وإن الحملة نجحت من خلال برضو تأثيرها، إن الناس لما كانت بتروح الصيدلية كانت بتقول عايزين باكو الست كريمة، يعني من كتر تأثير القائم بالاتصال وحسن اختياره. الحاجة الثانية كانت الميزانية برضو مخصصة للتلفزيون. حضرتك سامعني والزملاء سامعني؟ أنا سامعك. طيب. الميزانية كانت أغلبها طبعا مخصصة للتلفزيون، لكن كان في نسبة بسيطة منها مخصصة لإعلانات الموثقات واللوحات الإعلانية خاصة في الصيدليات. الحملة استمرت لمدة سنتين، وبدأ تأثيرها يظهر من البداية لحد بعد كده. بعد سنتين بدأوا يستبدلوا القائم بالاتصال، فبدأ يتم الاستعانة بناس مشاهير فنانين، سواء مطربين أو سواء ممثلين. مش بس كده، بدأ كمان يبقى فيه استعانة بأولياء الأمور من الأباء والأمهات، بحيث إن هم يعززوا ويأكدوا المعلومات اللي أكدت عليها الحملة في بدايتها لما كانت كريمة مختار بتقدمها. من الأمثلة اللي على كده أغنية نادية مصطفى، كان في أغنية شهيرة لها هي وبنتها كانت بتقول يا شوق حنيني لجنيني حبيبي، يعني دي كانت من الأغاني المؤثرة في الفترة دي. بعد كده بدأنا عايزين نعرف في نتائج الحملة إيه اللي حصل. لقينا إن في المرحلة الأولى من بدايتها من أول سنتين بدأ تأثير واضح جدا يبان، زي مثلا 90% من الأمهات المستهدفات اللي هم طبعا كانوا الجمهور المستهدف الأساسي عندنا الأم الأمية، والأمهات في القرى والحضر ذات الدخول المنخفضة أو ذات الأوضاع الاقتصادية المنخفضة. وبرضو زي ما الدكتور أشار، كانت هم دول أكتر فئات بتتفرج على التلفزيون وخاصة المضامين الدرامية. فلاحظنا من النتائج إن 90% من الأمهات دول بقى عندهم معرفة بالمحلول، بقى في نولج بالموضوع، بقى في نولج بالمحلول وبأهمية استخدامه، و60% منهم بالفعل استخدموا المحلول، يعني قاموا بالسلوك نفسه. إلى جانب ذلك النقطة اللي اتكلمنا عنها المحاضرة اللي فاتت في حتة التقييم، تم الاستفادة من النتائج دي في الحملات القادمة أو في الخطوات القادمة، زي مثلا الحملة الثانية بدأت تركز على أن احنا نخلق وعي بقى بخطر الجفاف. يا جماعة سرعوا أن انتوا تستخدموا المحلول علشان خطر الجفاف ممكن يؤدي لمخاطر كتيرة زي وفاة الأطفال. وبدأنا كمان نركز على فكرة تعليم مهارات جديدة، زي ازاي الأم تخلط المحلول، ازاي تقدر تعاير الكمية اللي هي عايزاها. برضو كان في اقتراح عبقري جدا دايما بوصفه بكده، اللي هو اقتراح كاسة البيبسي نقدر نستخدمها بدل الكاس نفسه الطبي، او بدل ما نضطر ان احنا نتعسف بادوات طبيه، فممكن اي حاجه عندنا نقدر نعير من خلالها زي كاسة البيبسي. الحمله الثالثه برضو اتميزت بظهور الاسئله. هي مش كاسة البيبسي، عشان احنا كنا قاصدين ما نعملش دعايه لاي اسم، فقلنا ازازه حاجه ساقعه صغيره، ازازه الحاجه الساقعه عموما. تمام. ماشي يا دكتور. اخر حملتين، اخر نقطتين هتكلم فيهم، الحمله الثالثه دي اتميزت بظهور الاباء والامهات، وبرضو عملت سلسله من الاعلانات اللي كانت بتاكد على ما تم تقديمه في الحملات السابقه. الحمله الرابعه اهتمت بالقضايا بقى اللي زي الدكتور ما اشار، ما كانش ينفع ان يتم حط كل حاجه في اول حمله، والا هيبقى فيه زحمه في الافكار، هيبقى فيه تشتيت. لازم الرساله الاعلاميه او الرساله الاعلانيه تكون واضحه ومحدده في زاويه معينه. فجات اخر حمله، الحمله الرابعه، اهتمت بقى ان احنا يا جماعه الرضاعه الطبيعيه مش غلط على الجفاف ولا حاجه، زي ما كان في مفاهيم خاطئه متداوله قبل الحمله طبعا عند الناس. لا، الرضاعه الطبيعيه مهمه للطفل عشان الجفاف وعشان صحته عموما. النظافه الشخصيه مهمه، الاهتمام بنظافه الطعام وغسل الايدين ونظافه المنزل، كلها حاجات مهمه عشان احمي طفلي من الجفاف او من اي مرض تاني. وكان في اعلان بحبه جدا لكريمه مختار كانت جايه فيه،
هي ومجموعة أطفال بتقول للبنت روحي لخالتك وقولي لها اوعي تنسي تقولي لها تغسل إيد الطفل وكمان الرضع مش عارفة إيه. فبدأوا يركزوا إن كمان نستخدم الأطفال ونستخدم الأم، مش بس مركزين على الأم، نستخدم كل عناصر الأسرة إن هي تتكاتف عشان ننشر الوعي وننشر السلوك الإيجابي. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا شكرا جزيلا. دلوقتي في رفعين، في محمد رضوان. أيوة دكتور. في دكتور محمد رضوان. دكتور محمد كان رافع دكتور. نعم. يا دكتور، لا ده انا كنت رافع اقول لهم بتترفع ازاي، لكن انا مش قصدي اعرض. ممكن اعيد انا بعد اذنك؟ مين عايز يتكلم؟ انا عايز اعرض يا دكتور، انا عايز اعرض. انا ما عيطتش ولا مره يا دكتور. خليها فقره دعاء. ماشي يا دعاء. دعاء ماشي. دعاء ممكن اعيد بعد دعاء دكتور؟ انا اللي عرضت قبلها دعاء عصام عشان بس الاسم. تمام تمام، انت متسجله، كله متسجل على الفيديو يا دعاء. ايوه تمام. تمام. ميرسي يا دكتور. تمام. انا هعرض استراتيجيه الاتصالات. هاخد 3 خطوات بس، هي من 5 خطوات. هبتدي بالاهداف، والاهداف دي كانت لتعليم واقناع وتغيير سلوكيات اللي بتتعرض للجفاف والاسهال. استهدفت فئتين، جميع امهات الاطفال دون سن 5، والفئات المستهدفة الأخرى كانت العاملين في مجال الصحة ومراسلي وسائل الإعلام وصناع القرار. من أجل تحقيق الأهداف دي كان لازم إن إحنا نحدد الجماهير بطريقة فعالة، وكنا بنصنف المعلومات اللي هتوصل للجماهير دي لثلاث أنواع. الوعي المعرفي اللي هو awareness knowledge اللي كان بيتعلق بالمعرفة، زي الإسهال المرض يمكن يؤدي لأمراض أكثر خطورة. في نوعين من الإسهال، الخطير منهم اللي هو الإسهال المائي اللي بيصحبه القيء، التهاب المعدة، الأمعاء، النزلة المعوية. ثاني حاجة كانت how to knowledge اللي هو كيفية المعرفة، وكان فيها إزاي نمنع مضاعفات الإسهال عن طريق إن إحنا ندي الطفل الكثير من السوائل، زي السوائل ديت زي العصائر، المشروبات الغازية، حتى لو الشوربة، الأطعمة زي الخضار، الفاكهة، الرز، إن إحنا نديله حاجات تفيد جسمه خلال فترة المرض ديت. إزاي نحضر محلول الجفاف بطريقة صحيحة، نحرص على قراءة التعليمات الموجودة على العلبة، أو نطلب من الصيدلي أو الطبيب أو الممرضة إن هي إزاي تخبرنا بطريقة تحضير المحلول. ثالث نقطة كانت مبادئ المعرفة الخاصة بإن الإسهال بيحصل نتيجة عدد من الفيروسات أو البكتيريا، سوء تحضير الطعام، المياه الملوثة، الذباب. تاني نقطة كانت قنوات الاتصال اللي هو channels of communication، وإن خصائص الجمهور المستهدف الأمهات عموما، أمهات الأطفال دون سن 5، يجب إن هي تكون خصائصهم تكون معروفة، إن هم أغلبيتهم أميون، بيعيشوا في مناطق حضرية منخفضة الدخل، بيجب استخدام وسائل إعلام مطبوعة وكذلك برامج صحية في الإذاعة والتلفزيون. إن إحنا كنا نطور لهم تطوير وإنتاج وسائل سمعية وبصرية، مواد تدريبية للأطباء والصيادلة وغيرهم من العاملين في مجال الصحة، تطوير وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والبرامج الخاصة اللي هي بتكون مستهدفة للجمهور دوت، تطوير وإنتاج كتيبات وملصقات ونشرات ولوحات إعلانية. ثالث نقطة كانت المبادئ التوجيهية للتسويق الاجتماعي اللي هو الجايدلاينز، فيها 3 عناصر: تصميم الرسالة وتنسيق وقت البث بتاع الرسالة والموضوع. تصميم الرسالة لازم نراعي في تصميم الرسالة خصائص الجمهور المستهدف علشان يقدروا ان هم يفهموا الرسالة الموجهة ليهم، تكون الرسالة مصاغة بطريقة سهلة، اللغة المستخدمة فيها تكون لغة عربية بسيطة، ما نستخدمش فيها المصطلحات التكنيكال. توقيت وقت البث دي كانت تاني نقطة، ان هو وقت البث بيكون مهم جدا في التأثير على ان هي توصل للجمهور المستهدف، بنقدر ان احنا نستغلها. كان الشكل الاكثر شيوع اللي هو في الراديو والتلفزيون ان احنا نستخدم الدراما، ونقدر نستخدم الدراما ان احنا نستغلها بطريقتين: ان احنا نعمل رسائل تجذب الجمهور لو تم انتاجها بشكل كويس، الدراما ديت تقدر ان هي توصل، لا الرسائل تقدر ان هي توصل للجمهور بطريقه كويسه لو حطيناها في الإعلانات التجارية سواء أثناء أو قبل أو بعد المسلسلات أو الأفلام أو البرامج. ثالث نقطة كانت الموضوع. الموضوع هنا هو قسمه لنقطتين: للأمهات وللأطباء. للأمهات للأمهات إن إحنا لازم إنسانين. نعم
30 ثانيه. طيب تمام. الموضوع لازم الرسائل اللي تكون موجهه لمحلول معالجه الجفاف اللي احنا هنرسلها للامهات دي لازم تكون معموله بطريقه جذابه تجذب انتباههم. وتاني نقطه كانت بالنسبه للاطباء، ان احنا لما نيجي نتواصل مع الاطباء المجموعات المستهدفه الاخرى من النخبه بتاعه الاطباء دي، ان احنا نقول لهم الطريقه او الثوره العلميه او الطبيه الناتجه عن العلاج المضاد للفيروسات الناتجه عن معالجه الجفاف. لبنى انت رافع ايدك؟ لبنى لطفي ده بيسمع خالص. ايوه ايوه ده مرفوع. اه بس هي شكلها مش سامعاني. قفل المايك. كنت تكون بتتكلم لنا لو مش سامعانا افتح المايك عشان نعرف نسمعك. ممكن نكتب لها تكست. لا لا حد يكتب لها يقول لها افتح المايك. وسام خالد رفع ايدين مش ايد واحد. ابرار يا دكتور برضو ابرار تحضر كذا محاضره وما عرضتش خالص ورفع ايديها برضو. هادي هادي رفع ايدي هادي. هادي مستمعنا برضو. لا يا دكتور سوري وانا رفع ايدي عشان كنت بدور على اللي هي رايس هاندي كاسين كان انا خلاص زي برضو هادي كده الواحد يبص على 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 البروفايل بتاعه لو لقى نفسه رافع ايده بدون داعي ينزلها. طب وين اللي نزل واحنا نزلها يا دكتور والله ما نعرف. دوس على ايدك دوس على ايدك هيظهر لك ان انت لو اعملها لو. طب ثواني قول يا ابرار. هو أنا كنت عايزة أعرف سريعا تطبيق الحملة. تمام. هو في البداية اللي خلى الحملة دي يعني تتعمل إن مصر سنة 1983 كان بتفقد حوالي 150 ألف طفل سنويا أعمارهم أقل من 5 سنين أو زي ما حضرتك قلت اللي هو من أول الأطفال الرضع لغاية أقل من 5 سنوات. تمام. بعديها بدأ المشروع القومي لمكافحة الجفاف سنة 83 لأربع أسباب. أول حاجة لأن ما كانش فيه إمكانيات إنهم ينتجوا محلول معالجة الجفاف. تاني حاجة لأن الأطباء ما كانوش بيؤمنوا إن الجفاف يعني ممكن يتعالج عن طريق محلول بالفم. تالت حاجة عشان ما كانوش فاهمين يعني إيه جفاف. بعد كده فهموا بعد كده إن الجفاف ده هو حالة فقدان الجسم الأملاح والسوائل الموجودة في جسم الأطفال. رابع حاجة علشان خدمات الجفاف كانت غير متوفرة. المفروض انهم في البداية كانوا عاملين جرعة زيادة عن ما انتجوها في الاخر وكان الاسم بالانجليش. غيروه من الانجليش العربي وقللوا الجرعة وبدأوا انهم يوزعوا يعني مع المحلول معالجة الجفاف يعني كوب بلاستيك. وكان فيه في الاعلان احد الحملات يعني كانت لكريمة مختار لما قلت لهم انتوا بتعيروها ازاي قالوا لها احنا بنحط بالبركه يعني. فقالت لهم لا هو لازم بمقدار معين اللي هي كانت بمقدار ازازه بيبسي اللي هي الصغيره دي. بعد كده بداوا انهم يوزعوا الاكواب البلاستيك. بعديها مصر ما كانش فيه يعني غير مصر ساعتها هي اللي بدات من الحملات دي. فبداوا انهم يجيبوا خبراء مصريين واجانب علشان يعلموا الاطباء والصيادله والممرضات اللي موجودين. المفروض ان التارجت اودينس في الاساس كانوا الامهات بمستوياتهم التعليميه والثقافيه المختلفه يعني. المفروض انهم كانوا اكثر تركيزا يعني عن الامهات الموجودين في الارياف يعني والاحياء الشعبيه الموجودين في المدن زي ما حضرتك كنت قلت في الاحصائيه اللي كانت موجوده يعني انهم اكتر ناس استجابه لمحلول معالجه الجفاف. الى جانب الدعاء قالته طبعا اللي هو كان في حمله تجريبيه في الاول مده 3 شهور على الاذاعه المحليه في الاسكندريه يعني. وبعديها اتعملت حمله تجريبيه على التلفزيون لمده 2 أسبوع. كان من اوائل الناس اللي استخدموهم يعني من المشاهير كان فؤاد المهندس. هو مفروض في الفيديو اللي كان معروض كان بيقول يعني انهم اعتمدوا على ناس مشاهير زي فؤاد المهندس وكريمه مختار وناس بعد الحمله بعد كده بقت مشهوره يعني. الناس كانت عاديه جدا وبسبب الحمله بقوا مشاهير بسبب الحمله دي.
بعد كده في كان بدأوا انهم يستخدموا امهات حقيقيين واعتمدوا دي ده الجزء الاولاني في الحمله اللي هو طريقه المعالجه. كان في حملات تانية اللي هي الوقايه بقى اللي هو كانوا بيعرفوا الناس ان الوقايه لها علاقه يعني بالرضاعه الطبيعيه والنظافه الشخصيه، وعلموهم ازاي يغسلوا الاكل بتاعهم وازاي يفطموا البيبي وطريقه الطعام الصحيح وكده. في حاجه كمان اتبعوها من ضمن الاستراتيجيات يعني ان في الحملات بتاعتهم كانوا بيستخدموا اللي هي مش عارف اسمها تقريبا ليلى فهمي اللي هي الطفله اللي كانت في مسرحيه هاله حبيبتي اللي هي كانت بتغني اغنيه غني عاطف بتوضح فيها المعيار تقريبا اللي هي كانت بتغني اغنيه بتوضح فيها المعيار وازاي يستخدموا استخدموا الطفله دي لانهم كانوا بيوعوا كمان الاطفال اللي هم اكبر من 5 سنوات اللي هم كان ممكن يراعوا البيبيهات اللي عندهم جفاف برضو. هالحملة كانت موجهه للابهات والامهات، هي الامهات في الاول بعد كده الاسره كلها للابهات والامهات، والثالث مرحله كان بيستخدموا فيها الاطفال اللي هم اكبر من البيبيهات شويه اللي هم لغايه سن 12 سنه يعني علشان تبقى الاسره كامله عندها وعي بالحمل يعني. بس كده تمام. دكتور انا كمان عايز اعمل برزنتيشن. كان ليا سؤال يا دكتور. خلينا نشوف كده مين رافع ايده. الدكتور كان ليا سؤال بس ممكن انا هدي بتكلم يا دكتور. اهلا يا دكتور. اهلا بحاجة. سؤال بس يا دكتور بخصوص الجزء بتاع فؤاد المهندس لما هو كان الشخص اللي كان يعني كان هو الممثل داخل الحمله، فكان ايه المشكله وراء فؤاد المهندس؟ يعني هل هو عشان ما كانش مشهور وقتها ولا هو عشان كان فنان كوميدي؟ ولو هو فنان كوميدي طب كان ايه المشكله؟ يعني انا مش شايف ان هو لو فنان كوميدي الناس كلها بتحبه لو كان معروف وقتها ما فيهاش مشكله هو يبقى ياخد حمله ما تاثرش على 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 الحمله نفسها، عشان كده خلوا له جميل جميل عالي زي ما قال جميل والي. جميل والي اسف عشان ده الجزء اللي انا هعرضه اصلا. بصي يا هان انت بتتكلم دلوقتي في سنه كام؟ 2020. تمام. الكلام ده كان سنه 83 84 كان النوع ده ما كانش لسه وزارة الصحة مقبولة عارفة يعني ايه اعلانات صحية في التلفزيون يعملها يعني سيلبرتيز ناس مشاهير مش اطباء. دي حاجة. الحاجة الثانية انه انت عارف انه محلول معالجة الجفاف لو تم استخدامه غلط هو ممكن يموت. بمعنى مثلا انت لو جبت وكان كمان وزاره الصحه كان لغايه قبلها بشهور بسيطه كان عندها الباكج بتاعت المحلول كانت اللي انا موريها في المقاله دي في الاول اللي هي مكتوب انها تتدوب في لتر ميه. لو جبت انت وحتى في احد الاعلانات ودوبتها مثلا في نص كوبايه ميه وسقتها للطفل دي هتموت. هو كان برضو عندهم لسه ما تعودوش على انه في باكت صغيره بتدوب في كوبايه ميه دي نمره واحد، فلسه الرعب اللي كان عندهم ده موجود برغم التغيير الشكل الحاجه الثانيه ما تعودوش ان حد مش طبيب يدي معلومات طبيه فبالنسبه لهم ده كان انا بقى اتقال لي كده في الحداثة يعني من وكيل وزارة الصحة ساعتها انه لا كريمة مختار الناس هتصدقها اكتر من وزير الصحة نفسه. ده كان حليف سري وساعدنا الحقيقة في انه الحملات اللي بعد كده ما يقولوش نفس لا على المشاهير كان برضو يعني ربنا وقف لنا الراجل ده الله يرحمه. ساعدنا في ان احنا موضوع ان احنا نجيب الدكتور الاول يعمل المقدمه وبتاع والحاجات دي خلاص خلصنا منها. بس اول ما عملنا اللي هو الاعلان ده الاولاني بتاع فؤاد المهندس كان
هذه العقلية هي الموجودة في وزارة الصحة. تمام. شكرا يا دكتور. دكتور أنا عايزة أعرف. ممكن دكتور عن هذا الجزء الاستراتيجية ممكن ولا مش كله؟ مين اللي عايز يعرف ال دكتور أنا عايز أعرف. طب يا استني إسراء أنا عندي خطوتين الأول و... طيب دلوقتي أنا برضو في تنبيه إنه في ناس صوتها مش ظاهرة عندي أنا بعد كده إن شاء الله المرة الجاية مش هلاقي فاتح الفيديو وشايفه أنا هلغيه تمام هبلغكم من عندي لأنه لازم أبقى شايف مين اللي بيتكلم إحنا كأننا دكتور طب أنا مش عندي كاميرا معلش أنت عندك أسبوع تتصرف عندك عندك اعتراف يعني تقدر تدخلي من موبايل حد في العيلة في الطابق اللابتوب بتاع حد برضو عندي كاميرا تدخلي بالاكاونت بتاعك بس لازم انت شايف الناس اللي هيظهر لي بعد كده مش شايفه انا هعمل له ديليت خلاص دكتور انا عايز اعرف والله من الاول خالص ما حضرتك قلت في عروض عايز اعرض انت فين في الاول طب اعمل ايه مين اللي معايا انا وسام بتكلم وانا اسراء خلاص وسام ثم اسراء وبعدين يا جماعه بس التزموا بالوقت يا جماعه ها وبعدين يا جماعه انا عشان انا رافع ايدي من الصبح وبعدين سلمى بعد كده تمام انا كنت هقول نقطة الاستراتيجية بس خلاص مش يعني مش هسيب فيها كتير هقول من أول بوينت 2 اللي هي الـ channels of communication المفروض هو صوتي وصل تمام؟ تمام تمام المفروض إن إحنا هوصل للجمهور بتاعي أول رسالة دي هوصلها للجمهور بتاعي فلازم أكون عارفة الخصائص بتاعته زي إن أنا عندي الأمهات الأطفال دون سن الخامسة إيه هم خصائصهم بيعيشوا في المناطق الريفية أغلبهم لو بيعيش في مناطق حضرية فبتبقى فقيرة فبالتالي أنا أحاول أسعى أن الرسالة بتاعتي تكون توصل للعقليات دي أو للظروف اللي هم قاعدين فيها أو خلاصهم المحصلة دي أي بخصوص سبتمبر أغسطس سبتمبر أكتوبر في حد بيتكلم بس اللي بتراجع هتعرض دي اللي بتراجع الشهور إسراء فين الماي مش أنا يا أوكي أعملها أنا من عندي بقى لو انا صوتي هيوصل كده ولا ما يعني انا ممكن ابقى اسمح لك انك انت تتكلمي بس هي يعني انا سايب لكم الموضوع يا جماعه كل واحد يعمل ميوت لنفسه مش لازم انا اللي تمام هو خلاص تقريبا الصوت كله هادي كده اوكي الحاجه الثانيه لو انا هوصل بالرسائل المطبوعه او البرينتد ميديا فبالطبع هي هتوصل لسكشن معين او لسيجمنت صغير لان دي هتبقى الفئه المتعلمه وفي ثلاث حاجات المفروض الرساله تهتم بيها انا قسمتهم اللي هي كانها 3 سيز ريفيرز تو ليتر سي يعني اول حاجه الكاركترستكس بتاعه الجمهور الخصائص بتاعته ان الرساله تكون كلير تبقى واضحه وان الرساله تكون كاتشي جذابه للجمهور اللي انا بوجه له الرساله بتاعتي الحاجه الثانيه طب الانشطه التسويقيه اللي تم عملها في تنفيذ الحمله ان انا في ناس في اعلانات كان فيها مشاهير في اعلانات تم اختيار فيها الاطباء في اعلانات تم اختيار من ناس من عامه المجتمع او من الفئه دي زي بعض الفلاحين اللي تم زي اللي كانوا موجودين في الاعلانات الحاجه الثانيه برضو لو كان في كتيبات او بروشورز تم توزيعها زي مثلا المناطق الصحيه او المؤسسات الصحيه كان بيبقى فيها ده الى جانب الملصقات او اللي هي البيلبوردز كانت موجوده في الشوارع الحاجه الاخيره لو في ارشادات تسويق مش عارف الوقت كده خلص ولا لا فلو يعني كملي النقطه كملي النقطه دي يا وسام اللي هي الارشادات ولا اي تمام الحاجه الثانيه في شكل ووقت البث اللي هو التايم في البرودكاست ان انا هختار اوقات الذروه لو انا هختار اوقات الذروه فانا مثلا كنت بحاول اختار البرامج الترفيهيه قبل وبعد لو انا هحط الدراما بتاعتي او الشكل بتاعي وفي الأغلب تم عمل أشكال درامية عشان تقدر توصل للجمهور وتمثل الحياة الواقعية ليهم أكثر من هو يكون إعلان معمول بطريقة موجهة محتاجة فهم أو وضوح للرسالة بشكل أفضل
فده مثلا انا كشكل هعمله بشكل درامي الى حد كبير، والاعلانات نفسها اذاعها او الدراما بتاعتي او السين دراما هذاها قبل وبعد البرامج الترفيهيه او المسلسلات اللي كانت بتتعرض او الافلام وغيره. تمام يا وسام، شكرا. اللي بعد كده مين؟ اسراء ولا يا دكتور؟ انا بس انا كنت اتكلم على جايد لاين بتاعه السوشيال ماركتنج، بس هي قالت منها نقطتين. طيب اختصري بقى وقول الباقي لو عايز. هو اصلا هتكلم عن مقسمها المسج ديزاين، تمام، ان اول حاجه لازم تكون المسج دي تكون اتراكتيف وكاتشي يعني للتارجت اودينس، ان تكون الرسائل واضحه، ما تكونش يعني تكون لغه عربيه بس ما تكونش عاميه ولا تكون لغه عربيه معقده للجمهور، وتكون المعلومات اللي فيها تكون مصاغه بطريقه بسيطه عشان كل الناس تكون فاهمه اصلا مضمون الايه الحمله دي. بعد كده فورمات اند تايم برودكاست، لازم تذاع في وقت الناس فيها يكونوا بيتفرجوا على مثلا فيها نسبه مشاهده عاليه برضو، عشان يعني ايه ان اكبر عدد من الناس يحاولوا ان هو الحمله دي تكون هدفها توعيه يعني، تمام. فالحمله دي كانوا فضلوها ان هي تتذاع قبل وبعد المسلسلات او البرامج اللي كانت مشهوره في الوقت ده. الفيلم لازم من تصميم البرنامج دوت يكون زي مثلا الصوره اللي محطوطه ام مثلا شايله ابنها وبتديله الدواء، فصمموا الحمله عشان تحاول ان هي تجذب كل الامهات وكده اللي هم بيرعوا اولادهم، بتكون مثلا فيها لمسه من الحنان مثلا بتاع الام، لمسه من الرعايه، وكمان عشان توصل للناس اللي هم الدكاترة والناس اللي هم الإليت، هي ثورة علمية وثورة أي ثقافية. تمام. طيب. المفروض أنا بقى. تفضلي. أنا اللي كنت هتكلم يا دكتور. تفضلي تفضلي. تمام. الصوت كده واضح؟ طيب انا كنت انا كنت عايزه اتكلم عن البايلوت كامبين اللي تمت في الاسكندريه. الحمله بدات بشكل تجريبي في الاسكندريه سنه 1983 لمده 3 شهور في سبتمبر واكتوبر واغسطس. اعتمد بشكل اساسي على الاذاعه من خلال برنامج كان بيعرض لمده 15 دقيقه كان اسمه الام الواعي الواعيه. البرنامج بيختلف عن البرامج الصحية. الأم الواعية يعني احنا الفكرة، خلي بالك الفكرة اللي انا دايما بتكلم انا عشان نوصل للناس اللي بتكلم بالأم العامية البسيطة، وبالتالي يعني انت بتديني فرصة دلوقتي ان اكتب لا هنقولها ايه الأم الواعية. الأم الواعية تمام. البرنامج ده اختلف عن البرامج الصحية العادية من خلال انه استخدم الدراما، الاغاني، المسابقات والجوائز عليها. كمان الحملة ما اكتفتش بانها تستخدم الاذاعة بس، استخدم الاتصال الشخصي واستخدام الدوريات ونشاط الدورية والملصقات والكتيبات للأطباء والصيادلة، وكمان روجت لي محلول معالجة الجفاف في الصيادليات. الحملة بشكل عام اتكلمت عن 6 رسائل أساسية، هي إن عن تعريف مصطلح الجفاف وإعراضه زي القيء والإسهال وارتفاع درجات الحرارة. كمان ركزت الحملة عن شرب السوائل بكمية كبيرة أو بكمية كافية للطفل المريض، كذلك استمرار التغذية أثناء الإصابة واستمرار الرضاعة الطبيعية، إن كان السائد إن بيوقفوا الرضاعة والتغذية للطفل المصاب. كمان كانت من ضمن الرسائل بتاعتها ان هي تركز على اخذ الطفل المصاب للمستشفى ومراكز الرعايه الصحيه، لان استخدام المحلول في المنزل ما كانش متوفر بشكل كافي في الفتره دي. اعتمدت برضو على شخصية مشهورة زي فؤاد المهندس زي ما حضرتك ذكرت. وتم كمان التلفزيون كان جزء من الحملة، ولكن لم يتم استخدامه إلا في الجزء الأخير من يناير 1984. برضو استخدمه فيه فؤاد المهندس إن من خلال يعرض 3 تي في سبوتس كانت، ولكن التي في كامبين دي ما احتوتش على رسائل عن كيفية خلط المحلول بتاع معالجة الجفاف، لكن ركزت على إنها تشجع الأهالي
لأخذ أطفاله من المستشفى الأخذ أطفاله من المستشفيات. ده كان أول استخدام للتلفزيون في نوع في النوع ده من التوعية الصحية، ولذلك كان في بعض الاعتراضات على استخدام فؤاد المهندس، وكان في حل بديل أو يعني كحل وسط إنهم يستخدموا جميل والي طبيب الأطفال في إنه يبدأ بالإعلان، بعد كده يدخل فؤاد المهندس يتكلم عن المرض وخطورته وأعراضه وأماكن توافر محلول معالجة الجفاف. الحملة قبل الحملة كان عملوا مجموعة من السيرفيز على الأمهات تقريباً على 1100 أم، وكذلك قيموا أثناء الحملة وبعد الحملة. النتائج أوضحت أن زيادة معرفة بمحلول الجفاف عند الأمهات، وكمان زيادة استمرار التغذية أثناء أخذ المحلول. بس لما تم استخدام التلفزيون أوضحت النتائج أن لما استخدم التلفزيون النتائج كانت أكبر بكتير من استخدام الإذاعة بس، وده ادانا مؤشرات أن احنا نستخدم التلفزيون في حملات بعد كده، كان منها بقى الحملة القومية بتاعة كريمة مختار وهكذا. بس تمام. أنا مش شايف في إيد مين في آية وفي لا في كتير في ناس اتكلمت ولسه رافعة بيها. وسام انت مش اتكلمت يا وسام بإسراء؟ ده كان من بدري يا دكتور، كان من بدري، انا كنت رافعة ايدي من بدري. طب نزليها، دوسي على ايديك هتنزل، دوسي عليها وهتيجي لك لو نزليها. على مور هتلاقي lower hand. lower hand ايوه تمام. ده حل اخر برضه. اشوف بس مين اللي لسه رفع ايده. في وسام خالد برضه رفع ايدك. مهاز الحمر عرضت خلاص. ده رفعها ثلاث مرات يا وسام ليه؟ بحاول اشيلها خلاص تمام. كبير بقى دلوقتي لسه رفع ايده. عايزه تتكلمي ولا رفعت ايدك بالغلط؟ حضرتك بتقول هدير؟ ايوه هدير. انا كنت رافع ايدي بس هم قالوا اجزاء كتير من اللي انا كنت هقولها يعني. ايه طيب على اساس ما بقاش بعيد يعني، فممكن انا اكون من تنظيم الاسره مثلا. اوكي دلوقتي انا مش شايف ولا حد رافع ايده. الساعه 6 وربع. الساعه 6 6:10. لا احنا بصراحه يعني اعتقد انه اغلب الاجزاء اتغطت كمان. احنا نعمل محاضره كان احنا فعلا في المدرج مع بعض. عايز انطباعاتكم يعني قبل ما نختم. اللي عايز يتكلم عن السيستم اللي احنا اكتشفناه ده، وهل انتم مبسوطين منه ونكمل فيه المحاضرات الفاضله؟ حلو جدا يا دكتور، بس انا كان عندي بس حاجه واحده صغيره ممكن اقولها. نعم اتفضل. يعني لو يا ريت ان احنا بس في اوقات مثلا زي حضرتك بتدي فيها انستراكشنز المفروض نعملها، فلو بس تدينا مساحه ان ممكن في الشغل او ممكن اكون في وقت معيش مثلا الموبايل او معيش اكسس للانترنت، فبس لو في مثلا زي ان يبقى انا عارف ان حضرتك بتعمل دوت، بس اقصد ان يبقى في وقت اطول، بس لو في انستراكشن وقت يعني قبل ما حضرتك تنزل التعليمات او حاجه يكون بس في مساحه من الوقت ان احنا نلحق نعملها قبلها. طيب نعملها. تمام. بس عامة هو الموضوع حلو جدا يعني، انا يعني والله يعني مبسوط جدا ان احنا عملنا دوت. وإسراء برضو بصراحة لازم نشكرها لأنها يعني كانت بتنقل كل حاجة حضرتك بتقولها لها لينا. شكرا يا إسراء، أنا فعلا فكرتني والله أشكرها يعني. شكرا يا إسراء. أيوة تمام. شكرا يا إسراء. شكرا يا إسراء. طيب. اللي ما قالش شكرا فيه. شكرا يا إسراء. هو كان جزء النتائج والتأثير لسه محدش يتكلم عنه، فلو في وقت ممكن أقول عنه دقيقتين. يعني أعتقد إحنا غطيناه يعني، أنا أولا غطيته باستفادة شوية. يعني شكرا. طيب دكتور بعد إذنك. دكتور هو أنا محتاجة أسأل سؤالين لو ممكن. اوكي اللي عايز يسال دلوقتي دي فقره الاسئله. تمام. اوكي بس هو السؤال يعني سؤال لي علاقه بالمحاضره اللي فاتت مش المحاضره دي. اوكي اسالي الاول انت. اللي هو المساله الخاصه بتخطيط استراتيجيات وبرامج الاتصال،
الخطوه اللي هي اللي كان كله بيشرح فيها، هي كانت الخطوه السادسه اللي هي بتاعه تخطيط الاستراتيجيه. البوينت اللي هي الخاصه بالمصدر كان يعني معظم اللي بيطلع بيشرح كان في اعتقاده ان لازم اللي بيطلع في الحمله لازم يكون مثلا طبيب، اوكي. ففي حمله مثلا عاملاها وحضرتك يعني رديت على ده، في حمله عاملاها وزاره الصحه دلوقتي هي خاصه بتغيير يعني بعض الانماط اللي في حياتنا وبعض العادات الغذائيه الخاطئه. فهم في حلقه من ضمن الحمله دي بتتكلم عن كبار السن، ان هم ازاي لازم يتحركوا وان هم ازاي لازم يغيروا من عاداتهم الصحيه. فهي جايبه اثنين من كبار السن، هم الاعلان كله قائم عليهم. فانا كنت عايز اسال حضرتك، هو ده التطبيق السليم لفكره المصدر، ان المصدر مش لازم بيكون طبيب او كده، ولكن انا بجيب الشخص اللي هو يكون اكتر تاثيرا في الجمهور المستهدف يعني؟ بصي، انت دخلت في اريا صعبه جدا، والاجابه عليها مش سهله، لان الموضوع اللي عنده الكتاب بتاعي حد لسه عنده كتاب، هو موجود في المكتبة على العموم، مش عايز حد يشتري. ال في فصل خاص عن هذا السؤال، وانه من الخطأ ان احنا نفكر في الموضوع ده على انه هو اساس نجاح او فشل الرسالة الاعلامية الواحدة. يعني حاولي تركزي بس في اللي انا هقوله، انه ده لوحده اختيار المصدر ما هوش هو العامل الحاسم في نجاح الرسالة، ولكنه احد العوامل. العامل الحاسم في نجاح الرسالة هو انها تكون تارجتد صح، يعني فيها المعلومات اللي الجمهور محتاجها، سواء جت بقى على لسان حد من الجمهور نفسه او على لسان حد متخصص او على لسان حد مشهور. دي عوامل مساعدة، ولكن لما يبقى في حد مشهور ومحبوب والجمهور عايزه زي كريمة مختار مثلا، زي ما قلت لك قبل كده، انا يعني قال لي راجل وكيل وزارة الصحة انه الناس هتصدقها اكتر من لو الوزير نفسه هو اللي طلع قال هذا الكلام. فاحيانا بيطلعوا مثلا حد مشهور بس يقول كلام اهبل، يعني قولوا مثلا الحمله بتاعت ابو شنب ده، اكرم حسني هو ده حد مشهور، بس الرساله نفسها غبيه، سواء مضمونها او شكلها ما حققتش الاهداف المرجوه. عشان كده انا قلت في الاول انه السؤال ما هوش جاب عليه الناس، يعني هو سؤال ممتاز واجابته هي لا، يعني ما فيش اجابه قاطعه في هذا الموضوع. جاوبتك كده؟ تمام. انا فكرت حتى في الرساله اللي هم عرضوها، هم في الرساله اللي كانوا بيعرضوها كانوا بيحاولوا يعني يعرضوا العادات الغلط اللي بيعملوها كبار السن، وفي نهايه الاعلان بيقول لك انه لا لازم تتحرك لان الحركه فيها بركه ليك، وانه لا ما تعتمدش على مثلا السمنه في اكلك. فاعتقد ان هم لحد ما الرساله بتاعتهم كانت بتعرض الحاجات الغلط اللي بيعملها كبار السن وبتقول ايه التصحيح بتاعها. بس انا فهمت وجهه نظر حضرتك ان هي الرساله اللي بيبقى الاعتماد الاكبر عليها يعني. تمام، شكرا لحضرتك. في سؤال ثاني الدكتور؟ انا بس محتاجه اسال حضرتك حاجه، هو هل احنا هنكمل اخر سمستر بالاونلاين ليكتشر ولا بس الاسبوعين دول؟ والله العلم عند الله، يعني هل احنا فعلا بعد الاسبوعين دول هنرجع ولا مش هنرجع؟ علم عند الله. اوكي طيب، وانا المفروض اعرض كام مره برزنتيشن عشان على مدار السمستر؟ كل ما تقدر. اوكي شكرا لحضرتك جدا. دكتور انا عندي سؤال. طيب، هو الاسامي الناس اللي عملت برزنتيشن دلوقتي حضرتك اقول اسمي مثلا اسراء عادل او كده، ولا خلاص الاسامي ظاهره اصلا؟ فاكره انا لسه من شويه قايل محدش متسجله بعد كده يطلع لي باسم سودا، لازم يطلع لي وصورته، عشان ده لما بيتسجل انا ببقى عارف مين اللي كان معانا
و... طب دكتور انا عرضت المره اللي فاتت مش عارف ايه اللي كتب ولا سال او انتبه او مشي يعني في 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 ناس مشيت في وسط الانتهاء ورجعت تاني وفي ناس اعتقد كانت دخيله ومشيت وما رجعتش فلازم ابقى عارف مين عشان يعني انا يعني حتى الحضور نفسه في حد ذاته حتى لو ما برزنتيشن برضه هيبقى له تقدير فانا انا مش عايز اقول لا دكتور دكتور انا عرفت المره الفايته حد مشي وبعد كده رجع تاني نعم في مشكله لو حد مثلا كان ماشي في نص الميتنج بعد كده رجع تاني عشان النت كان عندي فصل النت ولا رجع ده بقى لا انا بس بعرف هو مش انت زي كده بالظبط يا دكتور يعني في ساعات بنفصل بيفصل هو النت وساعات يعني بيعمل النت هوست ما هي معروفه ايه في 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 فصلان معقول وفي فصلان مش معقول دكتور سؤال لو انا حابب اعرض تاني مثلا حاجه تانية هل في امكانيه عرض فيديو ولا خليني ابقى محضره كلام افضل هو تكنيكلي في امكانيه عرض فيديو لكن انا ما بحبسش لانه بيعمل ما يبطئ بيعمل لود على السيستم اكتر من اللازم ممكن يبطئ الدنيا الحاجه التانية انه غالبا هيبقى الفيديو ده متاح لنا كلنا ونقدر نشوفه فعشان كده قلت ايه ممكن تقول لنا مثلا ايه في الفيديو الفلاني انا ملاحظتي عليه كذا يعني لا فيديو انا حاجه عاملاها يعني انا مثلا حمله توعيه انا محضراها حط على الجروب مين الجروب بتاعك على الواتساب فيديو ل لحاجه عاملها طارق نور وحد قال مش عارف ايه ابداع دكتور منى دكتور منى كانت جابت الحلقه بتاعتها ابداع طارق نور وحاجات كده وانا يعني احب قوي انه اشوف تعليقاتكم عليه بس مش على مش على نفس الجروب لانه دكتور طب انا ممكن اقول على ايه على الفيديوهات ما عندي دوشه دي يا جماعه ممكن يقفل المايك دكتور سامعني؟ أنا مين معايا؟ سيب دكتور أنا ممكن أقوم بالتعليقات على حملات اتفرجت عليها في ملاحظات معينة دكتور شكرا جزيلا لك اليوم تعبناك معانا أكيد إحنا كنا خايفين من هاي المحاضرة كان عندنا نوع من الرهبة إنه محاضرة أونلاين لأول مرة بس اليوم إحنا مستمتعين أنا مستمتعين جدا بهذا يعني عملتوا الانستركشنز اللي انا قلت لكم عليها ومشيتوا على الخطوات صح وده ده 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 كان ضروري عشان تنجح المحاضره دي اونلاين لاول مره نعملها فكانت بالتاكيد تحدي اشكركم اكيد دكتور كنا خايفين بس اليوم احنا مرتاحين جدا ثانيه واحده اللي عنده اي استفسار او كده تحت ال الـ الـ البوست نفسه الرئيسي اللي هي خلينا نشوف يعني على المحاضره نفسها الجزء بتاع النهارده اظن هيبقى فيه تحتيه مجال للتعليق لو في حد عنده لسه مزيد من الاستفسارات او التعليقات او كده يكتبها وانا هرد عليها ونستعد ان شاء الله بقى للموضوع بتاع شكرا جزيلا دكتور وتعبناك ويانا واحنا اليوم جدا سعداء بوجودك انا سعيد بكم جميعا وبحييكم شكرا دكتور حيي مبسوط شكرا يا دكتور شكرا جزيلا مع السلامه شكرا يا دكتور دكتور حضرتك على تفاعلات المحاضره شكرا 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 يا دكتور